الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع ما يسمى اقتصاديات الحجم Economies of Scale، أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا وعلى بركة الله نبدأ. الآن يتعلق مفهوم اقتصاديات الحجم بما يسمى متوسط التكاليف الكلية Average Total Cost ATC. هذا المفهوم يتعلق بهذا المفهوم، كيف سنبين بعد قليل إن شاء الله. لنفترض بأن الآن سرايا أسست منشأتها المختصة بصناعة أكواز البوضة أو ما يسمى الآيس كريم كونز، وكانت رايا قد ظنت بأن الكمية التي يستوعبها السوق خلال الأشهر الخمس الأولى من بدء الإنتاج لن تتجاوز 1000 وحدة يوميا، وفكرت بأنها ستتوسع بالإنتاج عندما تتحسن الأحوال الاقتصادية ويزيد الطلب على أكواز البوضة المنتجة في مصنعها. هذا الآن أكواز البوضة الآيس كريم كما تعرفونها. تفاجأت رايا خلال الشهر الأول من بداية عمليات الإنتاج بزيادة حادة في درجات الحرارة وكثرة الحفلات، يعني أعراس أو حفلات اجتماعية شو ما كان، وحيث أن الطلب على أكواز البوضة هو طلب مشتق، نسميه إحنا derived demand، طلب مشتق من الطلب على الحفلات ويتأثر بموسم الصيف. هذا السبب زاد الطلب على أكواز البوضة بشكل كبير، ولم يتمكن مصنعها أي مصنع راية من تلبية كل الطلبات التي قدمتها البقالات وبائعو البوضة. لا يستطيع المصنع أن يتوسع في الأمد القصير كي يلبي طلبات الزبائن، لأن التوسع يعني شراء المزيد من الموارد بما فيها الأرض ربما والأبنية والآلات ومدخلات الإنتاج الضرورية الأخرى، ولأن هناك كلفة مالية قد لا تكون راية مستعدة لتحملها، وهناك بشكل عام قيدان على إمكانية المصنع الوصول إلى كمية الإنتاج المطلوبة. ما هما القيدان؟ هما القدرة الاستيعابية نسميها capacity أو الطاقة الاستيعابية capacity، والزمن العامل الثاني. إذن هناك قيدان، القدرة أو الطاقة الاستيعابية نسميها capacity والزمن هو time. تأتي القدرة أو الطاقة الاستيعابية على ثلاثة أشكال: القدرة الاستيعابية الكامنة أي الإمكانية الحقيقية للمنشأة أن تنتج. هناك ربما يعني في بعض المنشآت تنتج مثلا 1000 وحدة يوميا، لكن الإمكانية الحقيقية قد تكون 3000 وحدة، فهون القدرة الكاملة قد تكون أقل بكثير من ما هو ما يتحقق على أرض الواقع. وهناك القدرة الاستيعابية المباشرة immediate capacity أي ما تستطيع أن تنتج الآن في هذه اللحظة، والقدرة الاستيعابية الفعالة هو فعلا ما يعني الآن الآلات التي يتم استغلالها، فنسميها effective capacity الطاقة أو القدرة الاستيعابية الفعالة. هناك في الأمد القصير ما يسمى بالشورت رن، في كل أمد له تكاليفه. في الأمد القصير هناك تكاليف خاصة تسمى أو يسمى متوسط هذه التكاليف بلغة الاقتصاديين، تسمى متوسط التكاليف الكلية في الأمد القصير أو short run average total cost SRATC، short run average total cost أو متوسط التكاليف الكلية في الأمد القصير. يمكن لنا أن نبين ذلك بيانيا كما يلي. على المحور الأفقي الآن، كمية البوضة، هذه أكواز البوضة التي تنتجها راية أو ينتجها مصنع راية، وعلى المحور العمود الآن متوسط التكاليف الكلية. تركتها هنا عائمة لأنه سأبين بأن هناك متوسط تكاليف كلية في الأمد القصير، وربما ثم نستنتج منها متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل. الآن لكل كمية ما، عندما تكون كمية الإنتاج قليلة مثلا، فبكون في عندي متوسط تكاليف كلية في الأمد القصير كما يلي. هذا الآن هو منحنى بسيط، متوسط تكاليف الكلية في الأمد القصير short run average cost في المرحلة الأولى يصل إلى النهاية الدنيا مقابل الكمية على سبيل المثال Q1. نلاحظ هنا Q1. الآن إذا زادت كمية الإنتاج من Q1 إلى كمية لنفترض أنها Q2، سيظهر الآن عندي متوسط تكاليف كلية في الأمد القصير لكمية أكبر من الأولى. هذا الآن short run average cost المرحلة الثانية مقابل الكمية ماذا؟ طبعا يصل إلى النهاية الدنيا هنا النهاية الدنيا، فهذه مقابل كمية Q2 على سبيل المثال. و
وإذا زادت الكمية المنتجة من Q2 إلى Q3 على سبيل المثال، فهناك متوسط تكاليف كلية في الأمد القصير يصل إلى نهاية الدنيا هنا، هذا طبعا SRATC Short Run Average، المرحلة الثالثة أو الكمية الثالثة، هذا الآن الحد الأدنى من Average Total Cost في الأمد القصير يصل إلى نهاية الدنيا أو النهاية الدنيا مقابل Q3، وهكذا إلى الآن وصلنا إلى على سبيل المثال هذه Average Total Cost مقابل Q4. نلاحظ بأن الآن يعني وصل لنهاية دنيا أقل، يعني هذه الآن أخفض من هذه، وهذه أخفض من هذه، وهذه أخفض من هذه، مع أن الكميات ترتفع، لكن متوسط الكلفة أي حاصل قسمة الكمية كلها أو عدد Total Cost أو الكلفة الكلية مقسم على الكمية ينخفض بالتدريج. بعد Q4 لنفترض أنه حصلنا على نقطة خامسة وسادسة وهكذا، هنا هذه النقاط على سبيل المثال لو شبكنا هذه النقاط مع بعضها البعض على سبيل المثال بمنحنى نحصل على ما يسمى بمتوسط التكاليف الكلية في الأمد الطويل. This is long run average total cost، هو عبارة عن الحد الأدنى لمتوسط التكاليف الكلية للأمد القصير لكن في مراحل متعددة، مقابل Q1 على سبيل المثال، مقابل Q2 ثم Q3 Q4 وهكذا. لاحظوا الآن بعد Q4 تأخذ الآن هذه المتوسطات بالارتفاع، ما يعني الآن بأن Long Run Average Total Cost أو متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل يأخذ تقريبا الشكل متوسط تكاليف الكلية في الأمد القصير لكنه أكثر اتساعا ويستوعبها، هاي نسميها إحنا الانفلوب أو هو مغلف يحتوي على هذه الأشياء اللي أقل منه أو بتكون جزء منه. نتابع الآن لنعرف بالضبط يعني علاقة هذا الكلام كله بوفورات الحجم أو اقتصاديات الحجم. أوكي، يتعلق متوسط الكلفة الكلية أو التكاليف الكلية في الأمد القصير long run average total cost بما يطلق عليه الاقتصاديون يتعلق باقتصاديات الحجم economies of scale. الآن يجب علينا أن نفهم ما المقصود باقتصاديات الحجم. يقصد بذلك أن كلفة الإنتاج تكون في العادة مرتفعة عند المراحل الأولى من الإنتاج، وهذا شيء منطقي، أي عندما تكون كمية الإنتاج قليلة، ويكون متوسط كلفة الإنتاج عالي المقدار عند مستويات منخفضة من الإنتاج، لكن هذا المتوسط يأخذ بالانخفاض التدريجي ليصل إلى نهاية صغرى ثم يأخذ بالارتفاع التدريجي بعد ذلك. وعادة ما يقسم الاقتصاديون متوسط الكلفة الكلية في الأمد الطويل إلى ثلاث مراحل: مرحلة العائد المتزايد على الحجم increasing returns to scale، أي انخفاض متوسط التكاليف الكلية، كل وحدة إضافية من الإنتاج بكون كلفتها أقل بالمتوسط، يعني متوسط هذا الجزء من متوسط التكاليف الكلية ينخفض باستمرار. 2، مرحلة العائد الثابت على الحجم constant returns to scale، أي ثبات متوسط التكاليف الكلية تثبت عند مقدار معين. والمرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة العائد المتناقص على الحجم decreasing return scale، أي ارتفاع متوسط التكاليف الكلية. إذا لاحظوا لي هنا هذا الجزء حيث تتناقص التكاليف الكلية في الأمد الطويل نسميه العائد المتزايد، وهنا العائد الثابت حيث تثبت التكاليف الكلية، وهون العائد المتناقص حيث ترتفع التكاليف الكلية. الآن شو معنى هالحكي؟ إن شاء الله ببينه بعد قليل. التمثيل البياني، من الآن على المحور الأفقي ما زلنا نقول إنه الكمية المنتجة مثلا من أكواز البوضة هنا متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل، هذا الآن هو متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل long run average total cost، يتكون من ثلاثة أجزاء. هذا الجزء إلى هنا تقريبا بصل لنهاية الدنيا ثم يأخذ بالارتفاع بعد ذلك. لاحظوا الآن هاي النقطة التي اخترناها هذه الحمراء مصمتي هنا اللي هي وصل لنهاية الدنيا، ما قبلها لاحظوا لها ما قبلها الآن هذا الجزء الأخضر هو الآن الجزء اللي بنسميه إحنا increasing return to scale أو العائد المتزايد على الحجم، حيث كلما زادت كمية الإنتاج متوسط الكلفة الكلية في الأمد الطويل ينخفض. إن هذا الآن هنا طبعا الكمية هي عندما نصل هنا طبعا بعد الأخضر هذا نصل إلى هذه النقطة الحمراء حيث النهاية الدنيا لمتوسط التكاليف الكلية في الأمد الطويل، هاي نسميها minimum efficient scale. ما المقصود بذلك؟ يقصد بها بأنها أقل متوسط كلفة ممكنة ممكن يعني أقل متوسط كلفة كلية ممكنة
معنى هاي الكمية التي تجعل متوسط التكاليف الكلية أقل ما يمكن. بعد ذلك الآن هذا القطاع الأسود أوكي هي الآن decreasing return scale، حيث ترتفع متوسط التكاليف أو يرتفع متوسط التكاليف الكلية في الأمد الطويل. إذن هذه الثلاث أجزاء كيف نسميها الآن؟ هذا الجزء نسميه إحنا العائد المتزايد على الحجم، حيث ينخفض متوسط التكاليف الكلية في الأمد الطويل. وهذا الجزء فقط البسيط هنا هو الآن العائد الثابت على الحجم، حيث تثبت أو يثبت متوسط التكاليف الكلية في الأمد الطويل. وأخيرا هذا الجزء هو العائد المتناقص الحجم، حيث يرتفع متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل. الآن نتابع المقصود. يبين الجزء الهابط من long run average of the course، يعني الجزء الهابط من متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل، بأن زيادة الإنتاج تؤدي إلى انخفاض متوسط كلفة الوحدة الواحدة من السلعة. وإذا قررت المنشأة زيادة، لاحظوا لي هاي مهم جدا أحبتي الطلبة المتابعين، إذا قررت المنشأة زيادة الإنتاج خلال هذا الجزء فإنها تحقق ما يسميه الاقتصاديون وفورات الحجم أو العائد المتزايد على الحجم increasing returns to scale. فلو قررت المنشأة خلال هذا الجزء زيادة الإنتاج بنسبة مئوية معينة عند 10%، فإن كلفة الإنتاج الكلية ترتفع بنسبة أقل من 10%، أقل من نسبة الزيادة في كمية الإنتاج. هذا الجزء الهابط. أما الجزء الثابت من متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل long run average total cost، يبين أن زيادة الإنتاج لا تؤدي إلى انخفاض أو زيادة في كلفة الوحدة الواحدة من السلعة. ويسمى الاقتصاديون هذه الحالة اقتصاديات الحجم الثابت، أو ما يسمى العائد الثابت على الحجم constant returns to scale. فلو قررت المنشأة زيادة كمية الإنتاج بنسبة مئوية معينة فإن التكاليف الكلية تزيد بنسبة زيادة في الحجم، أي أنها ثابتة 10% مقابل 10%. وأخيرا الجزء المتصاعد من متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل long run average total cost، يبين أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى زيادة كلفة الوحدة الواحدة من السلعة. ويسمى الاقتصاديون هذه الحالة اقتصادية الحجم المتناقص diseconomies، أو العائد المتناقص الحجم decreasing return to scale. فلو قررت المنشأة زيادة الإنتاج بنسبة مئوية معينة فإن التكاليف الكلية تزيد بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في الكمية المنتجة، وتحاول المنشأة طبعا تفادي الوقوع في هذه الحالة. نتابع أسباب نشوء اقتصاديات الحجم واستدامتها. أولا هناك زيادة تخصصية الموارد، كلما الآن تمكنت الموارد من، يعني الآن المهندس أصبح أكثر متخصصا، عامل التعبئة أكثر أصبح متخصصا، وهكذا كل زيادة تخصصية الموارد الإنتاجية productive resources وتقسيم العمل داخل المنشأة، يحدث ذلك بسبب تراكم الخبرة الفنية والإدارية لقوة العمل، وخاصة العاملين الفنيين الذين يستخدمون الآلات والمعدات الصناعية أو من يعملون على خطوط الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة في كفاءة استعمال المعدات الرأسمالية. هاي الآن تؤدي إلى اقتصاديات الحجم. ثانيا تحسن القدرة التفاوضية المنشأة في مجال شراء الموارد الإنتاجية، وخاصة المواد الخام الداخلة في صناعة منتجتها، واعتماد على خبرتها التراكمية وإدراكها لطبيعة سوق الموارد resource markets ومعرفتها باللاعبين الرئيسيين فيه، تستطيع المنشأة الحصول على هذه الموارد بأفضل الأسعار، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض متوسط التكاليف الكلية في الأمد الطويل long run average total cost. يضاف إلى ذلك أن الخبرة التراكمية المنشأة في مجال صنعتها تؤدي مع الزمن إلى تقليل الفاقد من الموارد مثل المواد الخام التي يتم استخدامها بكفاءة أعلى، والفاقد من وقت العمل وتعطل الآلات وما شابه. ثالثا تمكن المنشأة من استغلال ما يسمى المنتجات الثانوية بسم باي برودكت، حيث تستطيع المنشأة من استغلال تستطيع استغلال ما هذه الموارد المخلفة من الإنتاج في إعادة التدوير أو بيعها بأثمان معقولة. إذن هذه الأسباب: زيادة تخصصية الموارد الإنتاجية، تحسن قدرة التفاوضية المنشأة في مجال شراء الموارد الخام، تمكن المنشأة من استغلال ما يسمى بالمنتجات الثانوية. نتابع الآن. تأتي وفورات الحجم في حالة تحققها على أرض واقع من مصادر تم تصنيفها إلى اثنين، بنسميها جوانية. هذه هو وفورات الحجم تعزى إلى أسباب
إما جوانية internal economies وهي ناتج عن كل ما يحدث ويتم داخل أسوان المنشأة. داخل المنشأة يعني قدرة العمال وتدبرهم للعمل وزيادة إنتاجهم وما شابه. خارجية اللي هي external economies وهي ناتج عن ما هو خارج سلطان قدرة المنشأة. نفرض أن السوق الآن تحسن، افرض الطلب زاد، لنفترض أنه أسعار المواد الخام انخفضت، فهي خارجية. إذن هناك سببان. أما الديس إيكانوميز اللي هي نسميها لا وفرات، فإما أن تكون جوانية internal ديس إيكانوميز وهي ناتج عن كل ما يحدث داخل المنشأة ويتم فيها، أو خارجية external ديس إيكانوميز وهي ناتج عن ظروف خارج سلطان وقدرة المنشأة. أخيرا الآن بالنسبة لإمكانية بقاء وفرات الحجم بقائها استمراريتها، فإن المنشأة قد تواجه واحدا من الحالات الآتية أو واحدة من الحالات الآتية. هذه الحالات التالية، لاحظوا لي، هذه الحالة ألف، حالة باء، الحالة جيم. الآن بالنسبة للحالة ألف، أن تكون منشأة على الجزء الهابط من المنحنى هذا، تصل إلى المينيمم إفشن سكيل اللي هو أقل متوسط كلفة كلية في الأمد الطويل مقابل كمية كيو، لكنها تغادرها بسرعة. يعني هو هذه الفترة ليست طويلة رأساً، متوسط تكيف الكلية في الأمد الطويل وصل إلى نهاية الصغرى ثم بسرعة ارتفع. أوكي، هاي الآن الحالة الأولى. الحالة الثانية هذه باء، أن تكون منشأة على الجزء الهابط من متوسط تكيف الكلية في الأمد الطويل ثم تصل إلى المينيمم فيسكيت. لكن لاحظوني هاي، يعني هاي النقطة هنا هي هذا القطاع هنا، فلاحظوا لي استمرت، يعني تستطيع الآن زيادة الإنتاج بكميات كبيرة نسبيا، أوكي، ببقاء متوسط تكاليف الكلية ثابت. إذن هو تبقى فيه لفترة طويلة وتجني الفائدة من فرات. ومن الطبيعي أن مدة البقاء بين Q1 و Q2 يعتمد على حجم السوق والمنشأة والطلب على السعر. وأخيرا الآن أن تكون في الجزء الهابط هنا جيم حتى نصل هنا، ثم لاحظوا لي يتم، يعني إذا انطلقنا على هذا المنحنى يأخذ متوسط كيف الكلية في الأمد الطويل بالانخفاض 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 لمدة طويلة، لكنه هنا يصل إلى MSE اللي هي Minimum Efficient Scale، أقل كلفة أو متوسط كلفة كلية في الأمد الطويل، ثم يأخذ بالانطلاق بسرعة أكثر. هذه الحالات الثلاثة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجعا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أهل اللغة الضاد.